إبليس لما بييأس من الإنسان حديث العهد بالتدين اللي قرر إن هو يتدين، وييأس من إنه يطلعه بره التدين خالص ويرجعه لطريق الذنوب وغيره، بينقل على طول للخطة البديلة رقم 2. خلاص يا عم أنت عايز تتدين، ما تقلقش خالص، بياخده على الطريق البديل لطريق ربنا اللي شبه طريق ربنا ظاهرا. شبهه لأنه جواه مرجعيات، ناس بيتكلموا باسم الدين، جواه مظاهر مختلفة ممكن تكون مرتبطة ببعض مظاهر الدين، جواه مجموعات بحالها عايشة مع بعضها ومعتبرة نفسها أحسن من آخرين وإن هم ربنا اصطفاهم، جواه كل اللي ممكن تتمناه النفس اللي مش متزكية، اللي مش متطهرة. النفس وهي جاية من الذنوب لسه ناقصها تطهير وتزكية كتير، فبتيجي مش طهرة. لو بسرعة تعرفت على ناس مش مؤهلين بيتكلموا في الدين، هم ما عندهمش علم، والقليل من العلم اللي عندهم ما بيعملوش بيه، عندهم ظاهر غير الباطن. لكن حتى اللي هم فاكرينه علم عندهم معظمه معلومات بس، في فرق كبير جدا ما بين المعلومات، شوية حاجات ذهنية كده والإنسان ما تعلمش إن هو يتعامل معاها ويربط ما بينها عشان يبقى إنسان عالم بجد، عارف هو بيقول إيه وعارف المقاصد اللي من ورا الدين، الدين ده نزل ليه. فبيتكلم عن شوية آيات هو حفظها، شوية نصوص يمكن فعلا بيعرف ينطقها بس مش فاهمها. الأزمة عمرها ما كانت في وجود النص بيننا، الأزمة طول عمرها بتبقى في فهم النص. فيجي ناس مختلفين يهدموا نظام ربنا تماما جواهم، ما ياخدوش العلم من أهله. العلماء في كل زمان هما اللي بيحملوا أمانة العلم دي. ما ينفعش حد يتكلم في الدين غير ما يكون ماشي على نظام ربنا في تلقي العلم. فكرة الإجازة إنه شيخ يفضل يعلمني ويطمن على طريقة تفكيري وأدوات العقل عندي سليمة ولا لأ في الاستنباط والفهم وغيره، ويشوف تزكيتي أخبارها إيه، بعمل باللي أنا بدعي إن أنا أعلمه ده ولا أنا كلام بس، وبعد ما يفوت سنوات طويلة يجزني، يديني إجازة، وبالإجازة دي أقدر أعلم غيري وأنقل أنا الأمانة للي بعدي. فكده بقى عندي سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل حلقة ورا حلقة، ولما بعلم حد بديله السند. حلو قوي. إبليس يعمل بقى أشباه لكل شيء، شبه سند، وينشر ثقافة عدم التدقيق، أنا باخد الدين منين، مش مهم، مع أنه زي ما كانوا يقولوا التابعين الكرام إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وتلاقي الناس يبتدوا يتكلموا ويقولوا خرافات باسم الدين، حاجات تخالف العقل، تخالف المنطق، تخالف الفطرة، تخالف الأخلاق، حاجات جرائم بتتعمل وباطل وظلم، وكل هذا في الأرض النهاردة. ليه؟ عشان يحصل حاجة من حاجتين للإنسان. الحاجة الأولى إن هو ينفر تمام من الدين، لو ده الدين أنا ماليش أي علاقة بيه، الله يخليكم يا جماعة، ده أي حاجة يقولها الراجل ده أنا هعمل عكسها. وكل الشباب النهاردة فاهمين المعنى ده، معنى إنه السكة دي كده، طب أنا همشي عكسها بالظبط، الله يخليك الله يخليك. وده اللي حصل في أوروبا لما باسم الكنيسة اتقال كلام غير طبيعي بيخالف العلم، والأرض مش كروية والمش عارف مش إيه، ويا جاليليو ارجع عن كفرك ده، فكان يقول لهم ما بتتحركش، وأول ما يلف يقول yet it moves، دي مترجمة يعني لا بتتحرك، ما مش ممكن، ما أنت لما لازم في الآخر تحترم عقل الإنسان اللي اكتشف حاجة، لا أنا فاهم الدين، أنا وكيل الرسمي إلى آخره. ده رد الفعل الأول، ترك الدين تماما. رد الفعل التاني لما إنسان يلاقي قدامه ناس بيتكلموا باسم الدين كده، أنه بينضم ليهم، بيصدقهم في أي حاجة بيعملوها، بيبتدي هو كمان يتكلم باسم الدين من غير علم ومن غير ما يبقى مؤهل، هو كمان بقى مرجعية. تعمل إيه دلوقتي؟ ممكن أقعد دلوقتي؟ أوي. شكرا حبيبي. حبيبي تفتكري يا أميرة مين هيطلع الأول في المبيعات الشهر ده؟ مش فارقة، أنا أعتقد إنه واحد عبقري ومحترم جدا وبيحب مراته قوي. مش ترجع البيت ولا إيه؟ كمال سني براحتي. ماشي براحتك، بس مش براحتك قوي. ها صباح الخير يا جماعة. صباح النور. تيجي تقعد يا ابني، واقف ليه؟ لا تمام يا فندم، انا كده كويس. ايه بتبص لي كده ليه؟ انا حاسس ان انا اقول نتيجه الثانويه العامه. اعلى مبيعات شهر رضا هو كمال عبد المتعال. مبروك كمال. الله يبارك فيكم.
مبيعات 2,745,000 جنيه. مبروك يا كمال. كم دول يا فندم؟ يعني ما تفتحوا بقى. اقل من 100,000 جنيه مش هقبل اصلا. يوه، مين ياخد الزرقاء يا جماعه؟ الاكبر سنا ولا القتل دانا؟ القتل دما. ابعت يا فندم، ابعت. مبروك. ده بقى علشانك. طب يا جماعه اتفضلوا على مكاتبكم. طبعا اتفضلوا. ادم، ادم. طيب انت عليك يا فندم. يا ابني مالك في ايه؟ ماليش. حماسك فين؟ انت الاول كان امل حياتك تبيع اكتر واحد. يعني يا فندم الواحد دايما بيبقى جاي كده متحمس زياده عن اللزوم، وبعد شويه بيهدى. ما كنتش حاسك من الناس اللي بتنام في الخط بعد شويه. انت متاكد ان مفيش سبب للي بيحصل لك ده؟ سبب زي ايه؟ اظن ان حماسك قل من بعد ما التزمت، بس انا مش فاهم ليه. ما عندك عصام اهو ملتزم وعلى طول مبيعاته عاليه. والله يا فندم بصراحه يعني انا مش عاجباني الشغلانه بتاعت السمسره دي، وانا خدت قرار اني هستقيل. يا ابني هو انت لحقت تشتغل عشان تستقيل؟ فكر قبل ما تتكلم. انا بفكر يا فندم. اتكلم بعد ما تفكر مش وانت بتفكر. حاضر. حاجه تانية؟ لو الموضوع ده ليه علاقه بالدين اسال حد بيفهم، ما تفتيش من دماغك. استاذن. اتفضل. نفس لا متعلمه تفكر ولا طهرت نفسها، وبتاخد الدين بفلتر النفس. بفلتر النفس الاماره بالسوء والعقل غير المدرب، وبتطلع بكل انواع النتائج. ما بين واحد طلع مؤخرا في المئة سنة اللي فاتت وكتير يعني، لكن واحد اتشهر وتعرف أنا رسول، سيدنا محمد خاتم النبيين، بس أنا رسول، خاتم، أنا خاتم المرسلين. مش عارف يفرق يعني، مش عارف يفهم يعني إيه نبي ورسول في اللغة. ألف به ما عندوش. وما بين واحد تاني قاعد عمال يقول لا إحنا نخلي الإنسان اللي بيشتهي نفس النوع يتجوز، وده ما اسموش أصلا جواز لو أنت فاهم معنى الجواز، باسم الدين برضو ده يجوز. وما بين الناحية التانية ناس عمالة تحرم كل شيء على الإطلاق، ناقص بس يحرموا الكلام، مع إنه هيبقى مفيد لو سكتوا برضو الناحية التانية، علشان بيكلموا باسم الدين من غير علم. وإبليس قاعد بيتفرج كويس قوي. لا يوجد علم على الأرض، مفيش علم، في شوية معلومات، في سند منقطع، في نفس هي اللي عمالة تقرأ النصوص لوحدها وما عندهاش أي فهم. ففي الآخر معلومات وليس علم، والقليل من العلم علم من غير عمل. وكل ده عشان يقطع فكرة وراثة النبوة، لأنه بالنسبة له الأنبياء أمرهم خطير، ولو علمهم فضل موجود على الأرض من خلال العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، هيفضل الهدي النبوي على الأرض. ولو فضل الهدي النبوي على الأرض، خطة إبليس لإفساد الإنسانية عمرها ما تكمل. إزاي أفسد ولو مؤقتا على الأرض النهاردة الوراثة المحمدية، وراثة النبوة كلهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، بأنه يبقى فيه أشباه علماء بيفتوا بغير علم، مش فاهمين هم بيقولوا إيه، مركزين في تفاصيل وناسين مقاصد الدين، بيفهموا الدين على انه لستة من المحرمات، بيعرفوا نفسهم بالضد. انت ايه؟ انا مش امريكي. ايوه انت ايه؟ انا مش شيوعي. معلم تمام. انت ايه؟ انا مش كذا. ايوه والله عرفنا انت مش ايه. بقولك انت ايه؟ ما انا معرفش انا ايه، انا اعرف نفسي بالضد بقى انا مش ايه. نفوس في الحقيقة بتتسمى في السيكولوجي في علم النفس negative identity، الهوية السلبية. طب انت مين؟ معرفش انا مين. وابتدي ابقى لابس فلتر على عيني دايما انه كل حاجه حرام، والاصل في الاشياء التحريم، مع انه ده عكس الدين، الاصل في الاشياء الاباحه. فوانا لابس نظاره انه الاصل في الاشياء التحريم، معاملتي مع الناس دايما اخطائك كذا، خلي بالك كذا. كتير مننا حصل لنا احنا واقفين في المسجد بعد ما نصلي تلاقي واحد كده مسلم، اخي زيك مش عارف ايه، هو عمره ما يسلم اصلا طبعا، يقول لك بدعه وكل الكلام ده. لكن المهم يعني في سياق اخر يسلم عليا وتعرف، يقول لي على فكره انا عديت لك في الصلاه 5 أخطاء. طب انت معلم عامل خطا كبير جدا انك مركز معايا ومش خاشع في الصلاه اصلا. فيش. دوري انا حماه دين، انا من حماه الدين على الارض. نفسيه معينه فيها لمحه من الابليسيه بس واخده الشكل المتدين. بدات دلوقتي ظاهره شيخ جوجل، حد يعني قاعد على جوجل شويه ويفضل يكتب كده اسئله دينيه وفقهيه وامور وحاجات في العقيده، ويقع هنا في منتدى ويخبط في منتدى تاني احنا اللي معانا الحق ومش عارف ايه، وشويه شويه يحس ان هو اعلى من غيره. ده مسك الموضوع،
ده راح ولقى الرواية الفلانية. لا ده التاني بيقولوا عليه كذا بيقولوا، بقى العلم بيتاخد بالقيل والقال دلوقتي من على الانترنت. ظاهرة خطيرة طبعا، لأنه بيتكلم في الدين بغير علم على الإطلاق ولا تعلم. ده بجد معلومات من شبكة المعلومات، ليس إلا، ده مش علم على الإطلاق. وهي أصلا تخوفات كتير من العلماء زمان، حتى من بداية اكتشاف يعني فكرة الطباعة. هي الطباعة حاجة كويسة طبعا، والأصل إنها تنشر العلم بقى في الناس، لكن كان في تخوف. سبحان الله قد إيه كانوا شايفين إنه انتشار الشيء ممكن يرخصه، وحصول أي حد على القدرة إن هو يطبع هو كمان ممكن يخلي أي جاهل يطلع بشوية معلومات يدعي إن هم علم. ما بالك النهاردة لو كانوا شافوا البي دي أف، فكرة إنه الكتاب يتكتب ويتعمل بي دي أف ويبتدي ينتشر كملف على الإنترنت كلها. فبقى في يعني أشباه علم في كل حتة دلوقتي، أي حد عايز ينشر كتاب في أي مكان بقى بينشره. لا بأس، مش شرط نقول ده لازم يقف، لكن اللي لازم ينتشر ويرتفع معاه الوعي بتاع اختيار المرجع. مش أي حاجة مكتوبة تبقى علم أبدا، مش أي حاجة على الإنترنت تبقى علم. كده أوردر حضرتك هيتم تنفيذه على طول. ألف شكر أستاذ. أنا فهمت. أنا سامع إنك عايز تستقيل، الكلام ده صحيح؟ بالظبط كده. لقيت شغلانة تانية أحسن؟ لسه هدور. طب ليه؟ يعني بصراحة عصام مش لاقي نفسي بجو السمسارة ده. أنت في حد قالك حاجة على الشغل؟ حاجة زي إيه يعني؟ مش فاهم. يعني الشغلانة دي حرام مثلا؟ هي مش حرام. أنا شخصيا ما بعملش حاجة حرام. لا يا عم عصام، يعني الأسهم اللي احنا عاملين نبيع ونشتري فيها ديت ليها علاقة بالبنوك وشركات بتبيع خمرة وغيره. يا سيدي ما تشتغلش في الأسهم اللي مش عاجباك. بالسلامة. وليكي بقى يشتري من الأسهم ديت، أقول له ما عنديش وتعالى لي وقت تاني. يا مولانا في 100 طريقة إنك ما تخسرش شغلك، وفي نفس الوقت ما تشتغلش في أسهم الفنادق ولا الشركات اللي بتبيع خمور ولا حتى البنوك. أنا بفكر أسأل دار إفتا. يا عم قلبك أبيض، دار إفتا مين وبتاع مين؟ أمال أعمل إيه طيب؟ تسأل حد محل ثقة. زي مين بقى؟ زي العبد لله كده. انت درست علم شرعي؟ هو العلم الشرعي ده ايه؟ مش حديث وقران؟ الحمد لله قارين في كتب الدين اناء الليل واطراف النهار، وفي نفس الوقت بنفهم في الاقتصاد. عايز ايه؟ طيب دلني بقى، لو حد جه يشتري من الاسهم ديت اقول له ايه؟ قول له بلاش، ما بتكسبش، الشركه بتخسر، ما بتوزعش ارباح، اي حاجه يعني من الكلام ده. طب وكده مش هكون بكذب عليه وبضحك عليه؟ انت بتعمل كده لمصلحته، اللي زي ده يوم القيامه هيدعي لك. وده كده ما بقاش وزر؟ انت بتعمل كده لمصلحة خاصة ولا عشان ترضي ربنا؟ طبعا عشان خاطر ربنا. بس ادي جاوبت على نفسك. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، نية محلها القلب. طمنتني. جرب مش هتخسر حاجة. اشتري لي 1500 سهم من بنك الوطن. البنك الوطني اللي حضرتك عايز، ما فيش عندي مشكلة. بس بصراحة كده أنا عندي أخبار إنه مش هيوزع كوبونات السنة دي خالص. أخبار إيه؟ ده السنة اللي فاتت موزع كوبونات، الكوبون كان بـ4 جنيه ونص وكان مرطرط. يا فندم الكلام ده كان السنة اللي فاتت. السنة دي البنك محققش أي أرباح، وهم بصراحة مطلعين إشاعة كده بس عشان يعلوا سعر السهم. ما تشتري في اتصالات، في أخبار إنه هيعلى جدا كمان شهرين. بكام السهم؟ السهم عامل 9.20 جنيه. أنا عندي أخبار إنه هيعلى جدا كمان شهرين. على ضمانتك. أنا يا لحضرتك. لو سمحت، ده كشف من كل الأسهم بتاعتي، عاوز أبيعهم وأطلع خالص. ليه بس يا فندم؟ ده الدنيا واقعة. كده حضرتك هتطلع بخسارة. بصراحة سألت شيخ قال البورصة قمار، والقمار ده حرام. لا يا فندم مش حرام. طب والله حضرتك حظك حلو، معلش ثانية واحدة. شيخ عصام، محتاجك عندي ضروري. الحاجات دي بقى لازم نسأل فيها الشخص الصح. اللي بيتكلم في الدين من غير علم بيقولوا عليه العلماء أخطأ وإن أصاب. لو قال حاجة صح بالصدفة أو عشان بينقلها من حد تاني يسمعها منه هو غلط. مثله بالظبط مثل اللي بيمارس مهنة الطب من غير ترخيص، من غير ما يبقى مأذن له، من غير ما يجوز له ويبقى مجاز إنه هو يمارس المهنة دي ويفتح بطون الناس ويقوم بعمليات وغيره من التفاصيل الطبية. كانوا يقولوا العلم في الصدور لا في السطور، مش ورق كده وخلاص وكلمتين اقعد احفظهم.
ما ينفعش. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ربنا هو بيوصف الناس في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل، اللي بيبقى واقف بطاعة بحب لله ساعات الليل ساجدا وقائما قاعد عمال يصلي، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. برضو اللي متصل بأعمق حتة جواه وبروحه من جوه قلبه حي، لكن ربنا خلى العلم هنا بيجيب عمل، مش كلمتين بقولهم وبتكبر بيهم على غيري، هم شوية معلومات جبتهم من جوجل ولا من أي حتة تانية. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل جيل الناس العدول الثقات بجد، عشان عندهم وظيفة التجديد والفهم والحكمة. بيعملوا إيه؟ ينفون عنه تحريف الغالين، الإنسان الغالي المتطرف اللي ممكن يتطرف يمين قوي أو شمال قوي. الدين موجود سليم لكن الفهم له فهم متحرف متطرف. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني من غير ناس عدول ثقات يحملوا الدين، علماء ورثة أنبياء بجد، هيحصل تحريف في الفهم، هيحصل اللي احنا بنعيشه النهاردة واللي العالم كله بيعاني منه. فنفهم من كده ايه؟ انه لو إبليس نجح في نشر ناس بيتكلموا في الدين بغير علم، هيبقى في دين فهم له متحرف وهيبقى أبعد ما يكون عن ربنا، والناس هتهرب من التدين المتحرف ده هروبا منه إلى الحق والعدل والخير والجمال. أكيد ربنا مش منزل ده. المنطقة عندنا معرضة إنه يحصل فيها بسبب الكلام في الدين بغير علم بغير تأهيل ردة فعل غير طبيعية عند شباب كتير جدا. أنا مش قلقان عليهم لسبب بسيط قوي، إن هم لو بجد بيدوروا على الحق هيلاقوه في شكله الحقيقي، واللي هم بيهربوا منه ده كلنا المفروض نهرب منه. فأنا مش قلقان ومش بقول كده تهويل، لكن بقول كده عشان أشرح تفصيلة إنه حاجة شكلها دين شكلها طريق ربنا ممكن تكون هي لب طريق إبليس، لب وجزء أساسي من خطة إبليس لإفساد الإنسانية.